مرة أخرى نعود ونلتقي لمواصلة الحوار حول قضية اليوم، وهي قضية مستمرة لأن لها تداعيات حتستمر لعدة أسابيع، وهي قضية المتهمين الأمريكان في قضية المجتمع المدني. لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ لماذا قدموا للمحاكمة؟ ولماذا تم صدور قرار بالتحفظ عليهم وعدم مغادرتهم البلاد، ثم تم السماح لهم بمغادرة البلاد، ثم يصدر قرار كما نعلم الآن أنه هو قرار إخراجهم من البلاد كان خطأ في القرارات. يعني احنا داخلين في مرحلة ممكن يكون فيها منازعة قضائية. لكن قبل الاستراحة كنا نناقش المسؤولية السياسية في هذا الموضوع وطبيعة العلاقة ما بين البنتاغون ووزارة الدفاع الأمريكية، ولعل آخر الضيوف اللي كانوا في مصر كان الجنرال ديمسي ثم جاء ماكين. هل تعتقد أنه بلهجة الحوار، يعني إذا تخيلنا أنه الجنرال ديمسي أو ماكين موجود مع حد من القيادات العسكرية، من الممكن أن يستخدم مثلا عبارة أنه هذا الأمر يشكل منحنى شديد الخطورة على العلاقات بين البلدين، مما يهدد بإيقاف المساعدات الاقتصادية وإيقاف كل العلاقات التي تراكمت بين المؤسسة العسكرية المصرية والمؤسسة العسكرية الأمريكية؟ يعني ممكن بصياغة مهذبة أو غير مهذبة مثل هذا الحوار يتقال في لقاء؟ ممكن، بس يمكن النصف الأول منه وليس النصف الثاني. إزاي؟ اشرح لي. يعني النصف الأول إنه يعني الوضع اللي موجود يمثل قلق شديد جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وإنه الرئيس هناك مقبل على فترة انتخابات، وإنه هذا الموضوع يمثل ممكن أن يؤدي إلى نتائج غير محمودة بالنسبة للجانب الأمريكي. لكن لا أتصور أن يحدث نوع من التهديد المباشر بقطع مثلا المعونة، أو أنه تأثير العلاقات المباشرة ما بين مصر أو مثلا في شحنة قطع غيار أو صيانة لطيارات أو صواريخ أو كده تقف، المفروض معادها أن الخبراء ييجوا، أو أن يتم شحن قطع الغيار وما تتشحنش في معادها. يعني عادة ممكن انها ما تتقالش لكن ممكن تتعمل، بمعنى انه قطع الغيار ما توصلش في ميعادها، وبالتالي يبقى في نوع من يعني الرسالة الواضحة بالنسبة للجانب الآخر. المشكلة في ان الكلام الحقيقة اكثر يعني سيف حاد جدا في اي تشاور من هذا النوع، ان هو يقول له يعني اذا ما عملتوش كده في اللحظة دي احنا هنقطع المعونة او هنوقف الشحنة القادمة. وأنا أتصور أن الجانب الأمريكي وجد أنه مصر اندفعت في هذا الاتجاه على أساس أن الموضوع أساسا يعني ما يستاهلش، دول جماعات أهلية هناك ويعملوا الكلام ده، وممكن الحكومة الأمريكية يعني لا لا يعني ما تتأثرش. عشان الطرف الغائب هو الطرف الرسمي المصري، نفترض أنه بيحاول يفكر معنا دلوقتي، هيقول يا جماعة أنتوا بتتكلموا من موقع الطرف المستريح، إحنا كدولة أو كسلطة في مصر وجدنا أنه في العام الأخير هناك من الشواهد والدلائل والأرقام والتحويلات والمال وكل ما يفيد بأنه هذا الاستخدام من هذه الجمعيات تحديدا فيه خطر على سلامة وأمن البلاد. يرقى إنه ممكن يكون كل أو جزء من الطرف الثالث الذي نتهمه في كل الأحداث هم دول، ده احتمال. في احتمال تاني بيقولوا بعض الناس الذين يختلفون مع وجهة النظر الرسمية إنه تم تسخين هذا الموضوع من قبل السلطات في مصر لتحميل الأمريكان مسؤولية الطرف الثالث. في نظرية ثالثة ممكن تكون يعني براجماتية جدا، بتقول لا، هو تم تسخين هذا الموضوع انه او ضبطهم متلبسين بخطأ من اجل المقايدة على مغانم او مكاسب. دكتور عمنام، رأيك ايه في الثلاث تصورات دي؟ يعني انا رأيي في عندنا المستويين، المستوى الاعلامي اللي فيه كل النظريات اللي انت قلتها ده، والمستوى اللي انا اتصوره يجري لانه بعضه الواحد يعني اتيح له ان يراه. يعني
العلاقات ما بين المؤسسة العسكرية المصرية والمؤسسة العسكرية الأمريكية قوية على المستوى ليس فقط الأمور اللي ذكرها الدكتور أدري اللي هي العملياتية يعني، وإنما على المستوى الشخصي، بمعنى أنه مئات الضباط وأصحاب الرتب الكبرى حصل كلام، وكثير منهم أصبحوا على علاقات يمكن تقول عائلية حتى أحيانا بتحصل في بعض المستويات. فمن الممكن هم يجوا البعض ويقعدوا مع بعض ويقولوا إيه إحنا عندنا مشكلة دلوقتي، يعني إن إحنا لقينا إنه في جمعيات أهلية أمريكية بتتصرف خارج الخطوط اللي من الممكن إنها تفيد مصر، وعلى الجانب الآخر بيقولوا الموضوع ده هيمثل لنا مشكلة داخلية في هذا الموضوع. اللغة اللي هي فيها بعض التهديد وقد وردت جات أحيانا في الولايات المتحدة خاصة من أعضاء في الكونغرس، أو إذا جات في عبارات دبلوماسية زي يعني حرير بس زي الموز في نفس الوقت من هيلاري كلينتون أو ليفي، السيناتور ليفي، إنه زمن الشيكات على بياض لمصر قد انتهى. أيوة بس هو ده أكبر كلام فارغ الاتنين فاهمينه. بمعنى إيه كلام فارغ؟ لأنه لو أنت تعرف إن التجارة بينه وبين أمريكا في حدود 12 مليار دولار، فأنت بتتكلم على معونة مليار ونص يعني بس في العلاقات بيننا وبين الأمريكان كتجارة، مش بتكلم على استثمارات في مصلحة. يعني عايز أقول إن المبلغ اللي بنتكلم عليه لا يحيي ولا يميت بالنسبة لمصر، بالنسبة للمصادر المختلفة. هو ذو طبيعة فنية في الجانب العسكري، وذو طبيعة رمزية أيضا في الجانب السياسي. فاللي عايز أقوله هنا إنه الاثنين أدركوا دخول مشكلة موجودة نتجت عن تراكم أمور كثيرة جدا. يعني أول حاجة في رأيي الوضع الضاغط في مصر على المجلس العسكري وعلى الوضع السياسي ككل. علينا أن نتذكر هنا أن احنا خارجين ولازلنا في عملية ثورة، علينا بس يمكن احنا بقالنا أسبوعين رايقين شوية، إنما علينا نتذكر أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وكل الأحداث بتاعت بورسعيد. البلد فيها يعني حالة من يا ريت بس ما يكونش كلامك ده حسد عشان بعد يومين يحصل مشكلة. أقول يا رب يعني إنه ما يكونش يعني الواحد بيقر يعني بيقر. إنما أنا عايز أقول إنه البلد في وضع استثنائي، وانه الذي يقود البلاد يعني عليه كل يوم الصبح يصحى عشان يسمع اخبار سيئه، الى جانب طبعا الخبره السياسيه للتعامل مع ملفات متعدده، ايضا المعاونه القادمه من مؤسسات زي الوزاره وغيره في رايي كانت اقل مما يجب وليس في الوقت المناسب، إلى جانب أوضاع خاطئة منذ النظام السابق تتعلق بموضوع كل ملف الجمعيات الأهلية. يعني أي واحد يرجع للصحف الأهلية، هو الموضوع دلوقتي تعدى الجمعيات الأهلية، يعني هي مشكلته أنه هو تعدى الجمعيات الأهلية، هو تعدى لكن يعني حاليا بعد القرار اللي اتخذ، خد بالك يعني أنا نذكر أنه ساعات بنقول في 19 أمريكي بيتحاكموا، هم مش 19 يعني اللي هيتحاكموا فعلا، أولا جزء منهم كان بره والجزء اللي يعني قاعد هنا، وبعدين في جزء منهم سافر وجزء رفض، في ستة قرروا ان هم يقعدوا ورفضوا يدفعوا الكفالة وقالوا احنا مستعدين للمحاكمة. ثم جاء رأي قانوني بيقول لك والله اذا كانوا المصريين من ضمن اللي قعدوا سامح حود ولا سامح حود سافر؟ لا سافر سافر، انما ال 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 عايزين نقول انه سام لحود هو ابن ري لحود وزير النقل الامريكي، وزير النقل في الجمهوري، في الجمهوري يعني في الحزب الجمهوري. انما اللي عايز اقوله انه ابتدى يبقى فيه كان في نوع اصلا من عدم المساواه هنا ما بين نفس المتهمين، ان المصريين غير ممنوعين من السفر بينما الامريكان ممنوعين من السفر. فكان فيها هنا شبهه سياسيه، يعني اثنين متهمين بنفس التهمه ومع ذلك عليهم جزائين مختلفين. فالقرار برفع الحظر على السفر بدا وكانه بيضعهم الاثنين على نفس المستوى. طبعا تتوقع ان اللي هيسافر مش هيرجع، يعني هنا
وانه المساله بيدي رساله سياسيه اكتر منها رساله قضائيه. بعد كده جت التصريحات للي طلع هذه التصريحات وقال لا ده اصلا موضوع حظر السفر ده غير دستوري وانه يتناقض مع المواد التي تقول بحق المواطن او حق الموجود في 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 في, في السفر. فالمساله عندنا فيها عوار قانوني، عوار قانوني ناجم عن تشريعات. قبل ما نوصل للقانون، لو افترضنا انه جاءت دولة خليجية رجل ثري قال يا مصر انتوا عايزين 1,200,000,000 بتاخدوهم كل سنة من الامريكان، ادي 1,200,000,000. هل القصة لها علاقة بحجم الفلوس ام بالمساعدة الفنية؟ يعني فكرة استبدال المساعدات الأمريكية، هل القصة هي المبلغ؟ وأنت كرجل عسكري سابق تعرف الحجم النسبي لأهمية هذا الأمر، مهم جدا مش مهم خالص؟ لا، هو الـ 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 القيمة يعني المبلغ نفسه في رأيي أنا مش مهم خالص. المهم أنه مصر بتاخده من أمريكا، دي بعد تاني. يعني ايه يعني احنا على المستوى الـ يعني النوعيه من المنح الماديه او الماليه احنا رقم 2 بعد اسرائيل من الولايات المتحده، يعني هي بتدي اسرائيل رقم 1 واحنا بعديهم على طول، وفي طبعا لستة من الدول الاخرى اللي بتاخد معونات من الجانب الامريكي. عندما الناس تبص ان مصر رقم 2 في هذه اللستة مش معناها ان مصر بتشحت الفلوس دي، معناها ان مصر دولة مهمة بالنسبة لدولة مهمة أمريكا. وبالتالي ده بيحط، يعني أنا سمعت مرة من واحد تركي قال لي أنتوا إزاي بتاخدوا المبلغ ده من أمريكا وإحنا معهم في حلف الناتو وما بناخدش خالص يمكن غير ربع المبلغ ده. وبالتالي هم بيبصوا ده أن ده وضع لمصر كويس، يعني وبالتالي أي جهة كمان على المستوى الدولي، بنك دولي، اي حاجات من الجهات اللي هي ممكن تدعم مصر في الاوضاع الصعبه، بيكون وجود امريكا في هذا الموضوع يسهل اشياء كثيره. وبالتالي المشكله مش قيمه المبلغ نفسه، ولكن ان مصر محطوطه في على المستوى العالي في التعامل مع امريكا نفسها. دي نقطه. النقطه الثانيه انه مصر نفسها بتقوم بأعمال إقليمية كثيرة جدا تحت هذه المظلة، يعني بتبقى فيه يعني كتير أو احنا عملنا حاجات على المستوى الإقليمي نتيجة انه هذه المعونة موجودة. هو بيديني الكلام ده لان انا بعمل حاجات، يعني اولا بسمح له انه هو يتحرك في المجال الجوي بتاعي، بيعبر من قناة السويس، بضمن له الطاقة اللي موجودة في الخليج انها تبقى مؤمنة، وضع ايران في المنطقة، احنا واخدين موقف يعني في نقدر نقول مع الامريكا ضد ايران بشكل ما او بمستوى ما. وبالتالي كل هذه الامور ربما تكون اشياء كثيرة، لكن موضوع المعاونة نفسها منه رقم برضه بيدي نوع من الدلالة ان مصر تعتبر دولة مهمة بالنسبة لامريكا، وبالنسبة لامريكا معناها نقدر نقول المعسكر الغربي كله بما فيه الاتحاد الاوروبي بما فيه الدول الامريكية بشكل عام. وبالتالي ده بيحط مصر في مستوى عالي على المستوى العالمي. يعني المهم هو استمرارها ولكن ليس قيمتها. بالضبط كده. لكن في جزء مهم يمكن انت عدد الكم المعونة العسكرية لمصر من سنة 75 لغاية النهاردة 60 مليار دولار، 30 مليار منهم معدات. انا رأيي ان القيمة التكنولوجية للمعدات دي لم يكن ممكن انك تاخدها الا ضمن هذه الصيغة من العلاقة، لانه هنا معدات لما تاخد F-16 او اي حاجات ذات مستويات تكنولوجيه معينه لا تكون الا اذا كنت انت والولايات المتحده في حاله من القرب او الصداقه او زي ما تسميها التحالف ايا كان. الجانب الثاني اللي هو 30 مليار جزء منه اساسا معونه فنيه وتدريب على يفترض انه في الولايات المتحده. ويمكن اللغز اللي عند بعض الناس ممكن يكون منهم بعض الجنرالات القاده العسكريين، انت بتديني سلاح
عشان أنا حليف معاك، لكن عندي شواهد بتقول أن هناك مال أعطي لبعض الجمعيات أن هي تتحرك ضدي في الفترة اللي أنا شخصيا كمؤسسة عسكرية بحكم فيها. دي عقدة العلاقات المصرية الأمريكية. طيب أنا عايز بس عشان تجاوب لأنه سؤال مهم جدا، أخذ منك مالا من أجل السلاح وأنت تعطيني هذه المعونة، بينما تعطي بعض الجمعيات التابعة لك مالا تصاعد بشكل عالي باعترافاتك أنت وبمسؤولينك وبالكونجرس، تصاعد في العام الأخير عقب الثورة، وعندي بعض الشواهد أو الدلائل أنه ده بشكل خطر علي أنا كحاكم لهذه البلاد، أنا المفروض المؤسسة الصديقة لك، فكيف تفعل ذلك معي؟ فلابد لي أن أعلن تذمري أو امتعاضي. أنا بعتقد أن دي ممكن تكون وجهة نظر، لا أعلم إذا كانت مصيبة أو خطأ أو دخل ناس للمحاكمة أو بالضبط. فبعد الاستراحة الإعلانية نحاول الإجابة على هذا السؤال المهم، تابعونا.